انت خاصه ديال جوج المياه. لا ما كندويش على هذاك المشروع ديال 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 الحديقه ديال عين السبع، راه فيه عدد ديال الجوانب اللي ماشي كلها كيضبطها المجلس. الا ما لقيتيش جمعيه في فرنسا في لوروب اللي غادي تعطيك الفيل، راك ما عندكش منين تجيبو. الا ما لقيتيش جمعيه اللي عندها ان ستوك ديال ليون ولا هذا، راه ما عندكش منين تجيبو. جوج المليار اللي كتكلم عليها مرتبطه بالثمن ديال التذكره، على حساب شنو غادي دير في الثمن ديال التذكره، غادي يكون واحد العجز معين. الا درتي مثلا باردون الا درتي مثلا دخله العين السبع جودينا بورتوايل كنعطي ان شيفر، درتيها ب 100 درهم غادي يوقف المشروع على رجليه. الا راعيتي القدره الشرائيه ديال المواطن ودرتيها مثلا ب 50 درهم، غادي يكون واحد العجز للجماعه هي اللي تخصها تخلصوا هذا الشيء اللي كدير الجماعه في عدد ديال المرافق. ليكون في علمك الشريف بان التراموي راه الجماعه ديال الدار البيضاء كتخلص 2 درهم ونص لكل ركيب. كتدعم النقل العمومي بما في ذلك الحافلات، الباصوي حتى هو راه فيه واحد العجز كتغطيه الجماعه، الحافلات العاديه فيها عجز كتغطيه الجماعه، التراموي فيه واحد العجز كتغطيه الجماعه، واليوم ان شاء الله في حدود التعريفه اللي كانت دارت غادي يكون واحد العجز ديال 2 ديال المليار اللي غادي يخص الجماعه تغطيه، ماشي خاص انا 2 المليار باش نطلق مشروع. يعني هذه 2 مليار في العام اللي غادي تكون ديال العجز، الا بقات التسعيره ديال الدخول ديالو هي هذه، هو مبدئيا خصو يكون في حدود ما بين 80 و100 درهم باش المشروع يقدر يوقف على رجليه. الا هبطتي الثمن مراعاه للقدره ديال البيضاويات والبيضاويين، غادي ينتج عليه واحد العجز ديال 20 مليون ديال الدرهم اللي تيخص الجامعه تغطيه سنويا، ماشي خاصه اليوم 20 مليون درهم باش ينطلق المشروع. هذا اختيار سياسي داروا المجلس حفاظا على القدره الشرائيه. مع الاسف حنا ما كنتسوقوش هادشي بزاف، قليل في البيضاوي اللي كيعرف بان كندعموا الحافلات وكنعطيو 2 درهم ونص في التيكيت، قليل اللي كيعرف بان كندعموا التراموي وكنغطيو العجز ديالو، قليل اللي كيعرف بان الحافلات عاليه الجوده كندعموا العجز ديالها، ومشاريع متعدده منها بار اكزومبل هذا اللي غادي خصنا ان شاء الله ندعموا العجز ديالو. غنعاود نقولها المره الثالثه لان مهمه، لان هو اختيار، هو الحفاظ على القدره الشرائيه ديال المواطنين باش يكون هذاك العجز متحكم فيه. طبعا اذا كان واحد العجز فايت 20 مليون ديال الدرهم وارتفع العجز، ما غاديش يمكن الجامعه تعطي اكثر، غاديك الساعه غتكون ملزمه بانها ترفع شويه من التذكره ديال الدخول ديالها. الا قريتي جدول الاعمال ديال اليوم غتعرفنا ما تنكرناش. اليوم كاين يصادق على المجلس في هذه اللحظه اللي كنتكلم معك انا، المجلس يصادق على اتفاقيه لتمويل المصاريف ديال الهدم. شنو تقدر تبان لك سلبيه؟ الهدم هو حفاظ على حياه اسره، هذا هو الهدم. الهدم ماشي بمعنى سلبي بانك كتريب العباد الله. راه ناس ساكنين اليوم في بارتمات مهدده بانهيار في اي لحظه. بعض المرات كيكون مشكل ديال المصروف ديال التكلفه ديال الهدم ما تتكونش. اليوم عندنا اتفاقيه ب 30 مليون ديال الدرهم اللي كديرها الجماعه باش تمول هاد المصاريف ديال الهدم، وهذا بالمناسبه راه ماشي دور الجماعه، ولكن ما يمكنش كيف قلتي حنا كسياسيين يكون حدانا هذا الاشكال ونبقاو نتفرجوا فيه. لا بد من يد الله، على مستوى مجلس العماله كاينه اتفاقيه ديال الدعم المباشر للناس اللي غادي خصهم يمشيو، وكاين عدد ديال القنوات ديال الدعم اللي مفتوحه اليوم على مستوى المدينه القديمه. كاين دعم ديال الدوله، كاين بزاف ديال الامور. اولا هذه القضيه ديال واش ايلا للسقوط ولا ما ايلاش للسقوط، ماشي انت ماشي انا ماشي شي حد اللي كيديرها، كاين جهات مختصه هي اللي خصك تعرف بان رئيس المقاطعه في اي مقاطعه في الدار البيضاء الى توصل بتقرير يفيد ان هذاك المنزل آيل للسقوط، من الواجب عليه يوقع القرار ديال الاخلاء ومنع النزول. من الواجب عليه، وثيق بيا الا ما دارهاش وطاح الدار يمشي للحبس. من الواجب عليه انه يديرها. اذا كاين هيئات معينه اللي كتحدد هذا الموضوع اللي قلتي انت ديال انه كاين بعض الشيكات اللي ما كتخلصوش، انا لم اسمع به. اولا الموضوع ديالنا هو المنازل الايله للسقوط ماشي المحج الملكي، لكن نتكلموا على المنازل الايله للسقوط. العمليه جد بسيطه من الناحيه المسطريه، اذا كان ان رابور لا بد ملزوم الرئيس انه يوقع القرار ديال الهدم، يوقع القرار ديال الاخلاء ومنع النزول. اذا ارتأى الشخص المتضرر ان هذاك التقرير ديال هذاك اللابوراتوار هو ظالم،
من حقه يلجا للمحكمه. انت كتقول لي دابا بان كاين واش صدرت المحكمه قرار بالغاء القرار الهدم؟ لا يهدم نورمالمون، لا يهدم ومع انت واحد الحق يهدم راه ما تهدم اليوم ودابا ماشي معقوله. انا ما يمكنليش نبرر لك شي حاجه ماشي معقوله. الا كان واحد القرار ديال الهدم والتجا المتضرر الى القضاء واصدر القضاء وقال كلمته وقال بان هذاك القرار يلغى، حتى واحد ما عنده الحق يهدمه نهائيا. يا اما تهدم بناء على قرار، واذا المحكمه قالت هذا القرار ما صحاش والغاته لا يهدم. وهذا الاغفاء واللي دار هذا العمل ما عندوش حق، لانه السند ديال الهدم هو القرار. إذا لغاتو المحكمة ما بقى حد عنده الحق. والموضوع ديال الإحصاء والموضوع ديال المعايير والموضوع هذا فعلا طرح إشكال، راه غير اليوم اللي كاين التعامل معاه مبدئيا هما الدور الى السقوط والتي تهدد حياة الناس. أنا قلت قبيلة في واحد الصراحة لإخواننا عندنا واحد المشكل كبير على مستوى الدور الى السقوط، هو أنا تنسميه هو الذي تفرق دمه بين القبائل، لأن كاين عدد ديال المتدخلين. وانتبه لهذا الموضوع، ودارت الوكالة الوطنية لتجديد الحضارين اللي اليوم هي مستقل ماشي هما السياسيين والأحزاب. على أنا تنتكلم معك أنا برلماني على وأنا كنتمي للأغلبية. على مستوى الحكومي كاين تقصير في تنزيل الوكالة الوطنية لتجديد الحضاري اللي هي اللي مفروض منها دير واحد العدد الأمور اللي اليوم في الاستعجال، إما كتدخل السلطة إما كتدخل الجماعة. أنا قلت لك عدد الأمور اللي يمكن نصوتوا عليها عموما ماشي في اختصاصنا، لكن حنا ابناء المحيط وابناء الدار البيضاء ما يمكنش نبقاو نتفرجوا ما عندنا ما نديروا اون في سكون بو. ولكن راه كاين اشكال ديال الوكاله الوطنيه للتجديد الحضاري خاصها تلعب الدور. بالنسبه لديك 18 الطاقس غير تنتبه ليها شنو الطبيعه ديالها، غادي نفسرها لك سهله بسيطه. فيما يرتبط خصوصا بالنقاط ديال التفويت، ملي كنكونوا كنتكلموا على تفويت مثلا بقايا الطرق ديال واحد العقار واحد في شد والاعمال تيكونوا فيه ثلاثه ديال النقاط، تتكون نقطة ديال التفويت وتكون نقطة ديال المصادقة على الثمن وكتكون نقطة ديال دفتر التحملات. دونك مثلا هاد 18 غتلقاها في الأصل هي غير 6 نقاط، لأن غير نقطة واحدة فيها 3 ديال النقاط اللي التأجيل ديالها خارج على الإرادة ديال الجماعة، لأن اللجنة ديال التقييم اللي كتحدد الثمن ديال التفويت لا نتعدى حنا في اختصاصاتنا إلا أننا نوجه طلب للسيد العامل لعقد هذه اللجنة ديال التقييم. إذا انعقدت كتكون نقطة جاهزة، إن لم تنعقد كتكون نقطة ما جاهزاش، وإذا ما كانت جاهزة حتى دفتر التحملات ما تيكونش جاهز لأنه يتضمن الثمن. هذه هي الأسباب ديال التأجيل. بالنسبة للموضوع ديال الحديقة ديال عين الصباع، هو فعلا الموضوع اللي تأخر متفقين عليه، ولكن كاين عدد الأمور اللي هي ما مرتبطاش بالجماعة، اللي ما يمكنش للجماعه تضبط لو كالندري ديالها. مثلا بغينا واحد الفيل غادي نقلبوا عليه نجيبوه من شي بلاصه، راه لو ديلي ما عندناش حنا. سمعت واحد الرقم قبيله بعض الناس ما وضحش ليهم ديال 20 مليون ديال الدرهم، ماشي المشروع واقف على 20 مليون ديال الدرهم اليوم باش ينطلق. نو الا مشينا في واحد الاختيار وهذا هو اللي ان شاء الله غنمشيو فيه ديال الحفاظ على القدره الشرائيه، ويكون الثمن ديال الدخول بواحد الثمن اللي هو معقول، غادي ينتج عليه واحد العجز معين اللي غادي يقدر يوصل ل 20 مليون ديال الدرهم اللي غادي يخص الجامعه تغطيه سنويا. هذا هو الموضوع. انما فعلا باقي كنظن في حدود شهر شهرين غادي يكون هذا الموضوع انتهى ان شاء الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.